أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. تجمع صباح اليوم أهالي منطقة بوعمرانة تابعة لمعتمدية الكتار من ولاية قفصة أمام مقر الولاية احتجاجا على قرار إقالة عمدة المنطقة. المحتجون طالبوا سلطة الإشراف بالتراجع على هذا القرار وإعادة العمدة مؤكدين على نزاهته. تسوية الوضعيات الاجتماعية والمهنية والمادية إضافة إلى النظر في ملفات الأعوان المعزولين على خلفية نقابية أو إدارية هو مطلب أعوان وإطارات الأمن بمختلف أسلاكه الذين نفذوا اليوم تحركا احتجاجيا أمام منطقة الشرطة بولاية قفصة. النظر في مشاغل العمد والمشاكل التي يتعرضون لها إضافة إلى الدفاع على مصالحهم هي أهداف المؤتمر الأول لسلك العمد الذي احتضنته ولاية جندوبة ببادرة من النقابة الجهوية للعمد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل. المشاركون في هذا المؤتمر أكدوا على ضرورة سن قانون لتنظيم هذا السلك. دخل اليوم أعوان الحراسة والتنظيف بالمستشفى الجهوي حسين بوزيان بقفصة في إضراب بثلاثة أيام، وذلك على خلفية ما أسموه تهميش وتجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المشروعة والمتمثلة خاصة في حقهم في الترسيم وتسوية وضعيتهم المهنية. يتواصل لليوم الثاني على توالي اعتصام عدد من عمال الحظائر بمقر معتمدي ساقية الدير بولاية صفاقس، وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وتمكينهم من التغطية الاجتماعية. هذا وأكد العمال أن اعتصامهم لا يزال مفتوحا حتى تستجيب الصورة المعنية لمطالبهم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.